العلاقة بين شبوة والتحرير قصة ترتيب واستعداد طويل، هكذا تبدو صورة الآن بعد عام من غزو المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع، إذ تجدد المقاومة والجيش الوطني فكرة الخلاص من الميليشيا، ولكن بانضمام مجاميع جديدة من الشباب إلى صفوف الجيش الوطني، حيث جرى إخضاعهم للتأهيل بشكل مكثف. هنا في مديرية عسيلان تخرجت الدفعة الثانية من الملتحقين باللواء 19 مشاة، وكان لابد للواء وقيادة المقاومة الترحيب وإقامة حفل يليق بهؤلاء المقاتلين. فحفل التخرج الذي أقيم في إحدى مواقع الخطوط الأمامية للمواجهة غرب المديرية، أكد فيه مدير عام المديرية وقائد المقاومة علي أحمد الحجري أن المهارات والمعارف العسكرية التي اكتسبها أفراد الدفعة الثانية من رجال المقاومة تؤهلهم إلى خوض المواجهات العسكرية مع الميليشيا الانقلابية بكل بسالة، لتحرير مناطق مديرية عسيلان على وجه الخصوص ومناطق مديريات بيحان بشكل عام. كما لفت الحجري إلى التنسيق والتعاون الكامل القائم بين المقاومة في المديرية وإخوانهم أبطال اللواء 19 مشاة. قائد اللواء 19 العميد مسفر الحارثي أشاد بالخريجين الجدد، وأشار إلى ما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز دور المقاومة ومساهمتها في التصدي للميليشيا الانقلابية في بيحان. بالأمس عفاش يقول اهجموا عليهم واخذوا أسلحتهم، ونحن نقول نحن سنهاجمكم ونأخذ ما تبقى من أسلحتكم وسنقاتلكم قتالا عنيف. مؤكدا دعم ومساندة قيادة اللواء للمقاومة في هذا الاتجاه حتى تتمكن من الاطلاع بدورها المنشود على أكمل وجه. كما أكد المسفري بأن كل خيارات المراوغة والتهور قد تلاشت أمام هذه الميليشيا في شبوة، فقد لا يطول انتظار عسيلان وبيحان في دحر الميليشيا إذن، وليس بوسع هذا أن يحدث إلا على أيدي أبنائها، خصوصا هؤلاء الذين يلتحقون بالجيش الوطني تباعا، وسيكون لهم شرف تحرير المحافظة يوما من قبضة أسوأ جماعة في تاريخ البلاد.